جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أردت أن أصلي العصر في البر، فكيف يمكن لي معرفة القبلة، وماذا علي في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. عليك بالاستدلال على القبلة بالعلامات، يعني الشمس أو القمر والنجوم كلها تدل على اتجاه القبلة. تسأل أيضا من حولك، إن كان حولك أحد تسأله عن القبلة. الحاصل أنك تبذل مجهودك في معرفة أدلة القبلة في الشمس والقمر والنجوم، وسؤال أهل الخبرة الذين يعرفون القبلة. وإذا لم يكن عندك شيء من هذه الأمور التي تعرف بها القبلة واجتهدت حسب استطاعتك وصليت، فإن صلاتك صحيحة. ولو تبين بعد ذلك أنك إلى غير القبلة، ما دام أنك اجتهدت وبذلت الوسع، تحريت وصليت، ولم يكن عندك أحد يدلك على القبلة أو علامات بينة، فإن صلاتك صحيحة والحمد لله. نعم.